السلام عليكم متابعي قناة درو وأبدع، كيف حالكم أصدقائي؟ في فيديو اليوم رح نقدم شخصية القرعة وهي توكا من أنمي طوكيو غول. طبعا هاي الشخصية اللي رح نرسمها أكيد لهذه الشخصية، هاي الصورة طبعا، بس أنا رح أرسمها بعينها الزرقاء مش الحمراء، بعرفش حبيت صورتها هيك أنا يعني، فإن شاء الله بجوز يعني بجوز في فيديوهات لاحقة إن شاء الله أرسمها بالعين الحمراء. خلونا نبلش بداية بالخطوات شوي شوي ما قبل الأحداث. طبعا أنا حضرت حلقة الأولى من هذا الأنمي، بصراحة كله دم وبنصح الأولاد الصغار ما يتابعوهوش لأنهم بناموش في الليل، رعب بمعنى الكلمة. قلت لحالي أتابع أنمي جديد من بعد ناروتو، فاخترت أني أتابع أنمي طوكيو غول، بس أحداثه رائعة بصراحة. ويلا نبلش في الصورة. طبعا هي بس رح نبين يعني أكيد عين واحدة بس رح تبين منها، العين الثانية بتكون مغطية بالشعر نفس ما رسمنا كانيكي، يمكن اسمه كانيكي أكيد بجوز، إذا كانيكي ردوا لي جواب في أسفل الفيديو. بداية سأكون برسم خط بهذا الشكل كالعادة، خط أولي بدي أقوم يعني بتغميق الخط مشان تشوفه منيح. أنا الخط عندي بيكون واضح بالعين المجردة، بس يمكن بالإضاءة بيكون فاتح شوي، فرح أغمقه مشانكم مشان تشوفه منيح. بيجيني تعليقات مرار إنه الخط فاتح غمقيه، بالفعل هو بسبب الإضاءة فقط لغير. طبعا هاي عملت الخط الطويل بهذا الشكل. سأقوم برسم العين اليمنى، طبعا سأقوم برسم خط بهذا الشكل بداية، وأقوم هكذا بتهويده إلى الأسفل بهذا الشكل. ارخوا إيدكم أنتوا ترسموا، ما تضغطوا على إيدكم كثير. وسأقوم برسم أيضا خط هكذا في الأسفل بهذا الشكل. طبعا هاي الشخصية احذروا لمين بشبهها من أي أنمي، هاي الشخصية بتشبه ميكاسا نسيت اسمها حتى لو بتيجي في هجوم العلائق في هجوم العوالق. ميكاسا ولا ميساك، لا ميكاسا، يا رب يطلع الاسم صح وما نفضحش. سأقوم برسم طبعا خط بهذا الشكل. طبعا هذه دائرة العين هكذا. طبعا العين الثانية مش راح أرسمها لأنه نصف الوجه بيكون مغطى بالشعر. سأقوم برسم البؤبؤ بهذا الشكل. طبعا زي ما ذكرت هي بتشبه ميكاسا كثير، نفس هيك تقريبا عيونها، بس بعرفش إذا نفس الشخصية ولا لا، لسه الأنمي ما تابعته. طبعا والحاجب بيجي بهذا الشكل هيك طويل، مش رح يبين كله بالكامل، حيتغطى بالشعر. ثلاث ارباع شخصيات الانمي دائما تكون مغطاة بالشعر. طبعا الانف بيجي يعني هنا هيك من هان بهذا الشكل، ما تقربوا الانف كثير على العين، بظن اني انا قربته شوي، لا انا رح ابعده اهوده شوي لتحت هذا الشكل. طبعا هي لأنها فتاة مراهقة أو هي كبيرة بالسن، مشان هيك دائما الأنوف للوجوه الكبيرة في السن بتكون مطاولة أكثر من الوجوه الصغيرة. طبعا سأقوم برسم خط الفم بهذا الشكل، وفي أسفل الفم سأقوم برسم خط بهذا الشكل. الآن لا أعلم من أين سأبتدئ بصراحة لأنه نص وجهها مغطى بالشعر. خلونا نبلش، خلونا نفترض أنه من هون الجبهة بهذا الشكل، نبلش من هان خط نمده. يعني شوفوا أول مرة أنا بستخدم هاي الطريقة أنه رسم الشعر قبل الوجه، بس مضطرة أني أرسم الشعر لأنه بغطي الوجه، بقدرش أرسم الوجه يعني قبل الشعر بهذا الشكل. ومن هنا تيجي الخصل بهاي الطريقة، خصلة رفيعة
واو خصلة هذا الشكل. المهم تغطي العين ونصف الوجه من هنا هذا الشكل. طبعا شعرها اكيد راسها بيجي مدور من الاعلى هذا الشكل. سأقوم الآن برسم حفة الوجه هكذا من الأسفل من هنا. خط يعني شوف كده، لحظة شوي نرفع اللحية، مسافة اللحية من الفم بتكون هون، هون بتكون اللحية. نرفع الخط بهذا الشكل. سأقوم برفع خط الوجه بهذا الشكل في حال، يعني في حال إن شفت إنه هذا الخط قريب ببعده هيك شوي مشان نبين بس حفة الوجه من هنا هذا الشكل. خلص هيك، هيك تقريبا جهزت ملامح الوجه. طبعا سأقوم برسم الآن خط، طبعا رأسها مدور هكذا من الأعلى من هنا ومن هنا. طبعا من هنا سأقوم برسم، سأبتدئ برسم الخصل بهذا الشكل. من هنا سأقوم برسم الأذن، تأتي من حفة الحاجب من الأعلى وتنتهي من هنا بهذا الشكل. يعني هيك مبين إشي بسيط من الأذن. خصل الشعر هيك متطايرة قليلا، ولكن بالأغلب تكون الآن. سأقوم برسم الرقبة، هود على الرقبة هيك بالأسفل، أعمل خط بهذا الشكل. طبعا هي ترتدي من هنا هكذا كبة قميص مدرسية على ما أعتقد، هي فتاة يمكن جامعية. ومن هنا سأقوم بمد الخط الآخر من قبة القميص بهذا الشكل أيضا، ومن هنا ستغطيها هيك خط الجرافي، لابسة جرافي. عفوا هذا الخط مش لازم نبعده هيك بعيد، لا بنكربه بهذا الشكل. نرسم الخط بهاي الطريقة، بعدين نرسم الأكتاف. طبعا هي لابسة قميص رسمي. هيك خلصت معانا الصورة بالرصاص. رح أقوم بمسح الخطوط الأولية مشان أثناء التخطيط ما تخربشني، من المهم جدا إنكم تمسحوها بعد ما تخلصوا من الرسمة أكيد. طبعا رح أقوم هيك بس بتكملة حاجبها من هنا، رح أمسح طرف الحاجب من هذا الاتجاه، او يمكن ابينه هيك شوي تحت الشعر.
طبعا سأقوم الآن باستخدام أقلام التخطيط الاس وأيضا السمول في المناطق الضيقة مثل العينين وحواف الوجه، والميديو استخدمه في الشعر والملابس. والتخطيط سهل جدا أعزائي المشاهدين، ومضطرة أني أحكي تسريع مشان التخطيط سهل وتسريع.